يعني انا ما راح نشوفك في فضلي. في عمل جديد يعني عليك فتره من الزمن تتكلم عن فيلم للقذافي وانت كتبت هذا الفيلم وكتبت السيناريو. بص لحاجة. انت اتكلمت اتكلمت في حاجه مهمه. اي تفضل. اللي هو فيلم القذافي. انا كتبت السيناريو وانتهيت منه وقريبا هيحصل اتصالات مع الجهه الانتاجيه وربنا يسهل وابدا تمثيل فيلم القذافي. يعني خلاص الان الخطوه دي جاهزه راح تبدا مش خلاص لا 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 مش جاهز انا ما قلتش جاهز. طب ماذا تنتظر؟ كل حاجه بتاخد خطوات. نعم انتظر ان انا اتصل بالجهات العليا لانتاج الفيلم بس. طيب. كده احنا ننتظر منك اكيد هذا الفيلم ونتمنى بالفعل نشوفه على ارض الواقع.